ساعات شفت أو بالأحرى مش سمعت إنه فاقد بصره، طبعاً صعب كتير كتير، وكأم أكيد أكيد الشيء ما في أصعب منه. شكل يومي كل الوقت عنده، يعني برا البيت ما كنت أطلع نهائياً، ما يصير لي مجال أطلع برا البيت. فأنا ضليت متلازم معه يعني 24 24، حتى دراستي وقفتها مشان ضل معه دائما. يعني أول فترة كانت صعبة، هو كان يفيق كتير بالليل، كان يتهذب وجع وهيك وألم، كنت فوق راسه. يعني صراحة تركت أولادي ويعني اعتنيت فيه هو أكتر شيء. يعني عانيت ممرض ماني، المرض بجسمي. ليش؟ لأنه وقت حكم فترة وجع ظهري من كتر ما بقيمه. كيف كافية؟ أبعرف كيف كافية، حتى بفكر بالشغلة مستحيل، ما بتتكافى وشو ما عملنا قليل. رغم إصابة محمد ورغم كل شيء، لما تقدم لي ما ترددت، لأني حسيت أنه مستقبلي معه. إذا أحياناً مثلاً كانت تتعطل عندي شغلي، إذا بدي أعمل أي شغلة بإيدي بتحاول زوجتي ما تحسسني أني بالعجز. متحملي مسؤولية البيت كله، بس بحاول قدر الإمكان ما حسسه بالعجز. متحملي الشغل اللي أنا اللي كنت قوم فيه كرجل، صارت عم تتحمل عبئين. أنا وياه عم نتسلى، ما خلي يقعد بالتخت نهائياً، حتى يتعلم ويتأقلم إنه كيف بده يمشي بعد إصابته. وعلى فكرة هلأ إذا بتنقطع الكهرباء أنا أسرع منه، أنا بجبنه الغرض لأني أسرع منه بسياق الأمور هذه. والصبر هو مفتاح الفرج لأي نقطة. الحمد لله مشي الحال وتأقلمنا على الوضع، والحمد لله رب العالمين، بحمد الله إنه ضل بيناتنا. دائماً أنا أسليه عن طريق الموبايل، كنت دائما أقعد جنبه، فكنت أتصفح له يعني مشان يطلع من الحالة اللي هو اللي فيها. ركزت على الحالة النفسية تبع محمد هو والأولاد أكثر، ما إنه أركز على المعالجة إن كان بدكتور ولا طب ولا شيء. بده الجريح معنويات، بده الجريح كلمة حلوة، كل ما عطيت معنويات للجريح كل ما سرع بعلاجه، يعني صار أسرع مرحلة شفاء. شيء بيكسر للأم طبعاً هو ابنها. أنا ابني إصابته قوتني الحمد لله، لأنه أنا شفته لأبني قوي، هو قواني. ضلتني سنة كاملة سطيح الفراش من أول إصابتي لحد هاللحظة، زوجتي ما فارقتني نهائياً. يعني أول فترة كانت صعبة، هو كان يفيق كتير بالليل، كان يتهذب وجع وهيك وألم، كنت فوق راسه. يعني صراحة تركت أولادي ويعني اعتنيت فيه هو أكتر شيء، بين كل شيء، يعني طبياً معنوياً كل أمور. الحمد لله مشي الحال وتأقلمنا على الوضع، يعني الحمد لله رب العالمين، بحمد الله انه ضل بيننا. احيانا بيحس الواحد مثلا انه اذا بده حده قنينه مي ما كان في يشربها. اذا احيانا مثلا كانت تتعطل عندي شغلي، اذا بدي اعمل اي شغله بايدي بتحاول زوجتي ما تحسسني اني بالعجز. اذا بدي شغل صوبه كانت، او اذا مثلا عندي شريط ديجيتال مثلا انقطع بده عامل او ما عامل، بدك ايدتين انا ما معي. يعني تحاول انه اي شيء بدي اياه مثلا انه تقدر تساعدني فيه، تشتغل لي فيه. يعني هي صارت تتحمل مسؤوليه اكثر، يعني الشغل اللي كنت اشتغله انا صارت هي كمان عم بتقوم فيه. كوني ام لطفلين كانت بين اعتناء باولادي واعتناء بزوجي، يعني قسمتهم بينات بعض، يعني بس يكون بفتره انه كان نايم مرحله نوم زوجي كنت اعتني باولادي بتدريسهم بطعامهم، يعني وبس في جوزي يعني بكون خالصه لاولادي شغلهم ومرحلتهم هن، وبقى استفضل لزوجي يعني وقدم له اللي بده اياه. وقت يكون معصب كنت هديه، كنت صبره وقوله الحمد لله انه ضليت بيناتنا وبين اولادنا، يعني الحمد لله انه ما خسرنا. ف
في لحظات كانت ضعيفة هيك، بس تأقلمنا عليها. يعني في فترة بالفحوصات عن جد ولادي أهملتهم، وضليت فرص زوجي مشان لأنه بقول هو أهلا أهم منهم، معلش مهم إنه أعطي اللي بده إياه وضل فرص مشان ما يضل لحاله هيك. هاد الحمد لله أخذنا على الوضع ومش الحال. تمر عليه حالات يعصب يخبط يضرب، بس يعني بطريقتي انا مثلا صبره قعده قلت طول بالك هيك، واحد ما لازم يعصب، انت معك حق تعصب يعني تكون نفسيتك صعبه، بس لازم تتاقلم مع الجو العصبي، ما رح تفيدك، بدها تعذبك الك، بدك توجعك، ما رح توجع الحواليك. بس نحن بالبداية يعني ما كان يعصب كان يأثر مثلا علينا، كنت هدي الوضع، كان الولاد يجوا لعنده يحكوا يا بابا هيك، يعني ياخذ المرحلة يعني يبعد عنا، يقعد بيناتنا، يخفف عصبيته شوي إجباري. إذا بدي أحلق دقني أنا ما فيني أحلق لحالي، أنا زوجتي بدها تحلق لي، أنا إذا بدي أتحمم ما فيني أتحمم لحالي، إذا ما زوجتي حممتني ما فيني أنا أتحمم، ما فيني أقوم بأي عمل يعني شخصي لحالي إذا ما زوجتي هي الوحيدة اللي ساعدتني. يعني هلا صارت عم تتحمل عبء الأولاد وعبئي أنا والبيت، بس بتعرف أنت أمور البيت وكل هالأمور وكذا، يعني صارت متحملة الشغل اللي أنا اللي كنت أقوم فيه كرجل، صارت عم تتحمل عبئين. أحيانا يضل بالبيت، قلت له ضغط هذا ما بيفيدك، ولا يعني أنا ضغط علي وعليك كمان، وأنا محبوسة بالبيت مثلي مثلك، مشي نطلع برا نتسلى، نروح لعند بيت أخوك نشرب كاس متين نتسلى، طلع من هالجو وغير. يعني يضل ساعات بالبيت ما يطلع، يكون معصب يكون متضايق من شغلة معينة، يطلع خلي يطلع نروح نتسلى، يحكي الأولاد أحيانا كلوا درسوا لابنك شوي، فهموا هاي الشغله ما نو فهمانا، مشان يعني يمر عليه شوي ساعات هيك بلا ما يكون متضايق او شيء. كان يوميا ابن عمي ممرض جارنا، كان يجي يوميا احيانا يجي 5 الصبح قبل ما ينزل على دوامه، يجي يساعدني يشيل الضماد يغير لي الضماد. طبعا احيانا وقت يكون هو مناوب او كذا اكيد زوجتي تساعدني، يعني صار عندها خبره انه بتنظيف السياخ بتنظيف الكذا، صار 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 في 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 عندها يعني انه خبره بهالمجال، عرفت شلون؟ انه بمساعدتي. بده الجريح معنويات، بده الجريح كلمه حلوه، ما بده الجريح حدا يعصب عليه، اذا عصب هو مثلا علي اجي انا اعصب عليه، لا خلص قد ما عصب يعني قد ما عصب الجريح وقد ما قد ما عيطه وهيك، خلص الوحده لازم تستحمله، مو بأي مرحلة صعبة بتمر عليه تجي أنا مثلاً أجي أعصب منه أو أجي بنرفز أو دير ظهري أحكي عليه، ما حلوة. الوحدة لازم تعطي معنويات كبيرة، كل ما عطيت معنويات للجريح كل ما تسرع بعلاجه، يعني صار أسرع مرحلة شفائه. متحملي مسؤولية البيت كله، يعني يعني مثلاً أنا مؤاخذة جرة غاز طلع أنا ركب جرة، يعني ركب جرة أي شغلة معطل حاول صلحه، بس بحاول قدر الإمكان ما حسسه باللعج، إني مسك ساعدني، مسك هذا الشريط ساعدني فيه، فينك تعمل شغلة أعملها، ضيع وقتك، يعني أي شغلة خاصة بالبيت مو ضروري أنا أعملها، كمان أنت فينك تساعدني. بدقوا لنا برفقاته، واحد من رفقاته بيعرفنا وعطيه رقمه، هو أخذوا من رقم موبايله، قال نحن بالسخنة وتصاوب يوسف هلق بمشفى حمص. الدكتور حمص قال لا تجي نهائياً
لانه لو ما مخاطرين جايين، اذا مات نبعث لكم اياه وعاش نبعث لكم اياه. وضعه سيء بالعناية المشددة، ما رح تعملي له شيء نهائي، ما فيك تشوفي. بكيت كثير، ترجيته كرمال الله كمان، قال ما في مجال. اخر شيء من البلور من برا شفته نتفه، يعني قتلين ميت، قال لا لسه مو ميت. رجع بعد منا اسبوع، صرنا نطلع كل يوم ووضع المادي بالمره. قلت له مهم جبنا على حمص، عملنا بالطريقه جابوا على حمص لانه هناك وضعه بالطريق بقى في قلبه خالص. قال خالص وارحمي جنة. شو ارحمي؟ قال على مشفى العسكري لا تنزلي لانه خالص. قلت له والله بدي انزل. شو ما انزل ما كانوا يخليني اجي. وقفت قلت انا نازله، خليته ما خليتني نازله، يا ميتي معه يا عايشه معه. اول مره فتح كان بالعناية المشدده، انا كل علمي اني بحرك ديات لانه كان ساعتها الاحساس بجسمي. انا ما حسيت انه فيني شيء، انه بحرك ديات بحس ديات النظاميه النجريات. ما كنت طلع بجسمي من اول شيء، من باب الخوف ما كنت طلع بجسمي. انه اول شيء انه خايف كثير كنت، او قلت ما انه ما عرفت انه فيني الوضع. قلت لأمي إنه ليش ما فيني أتحرك؟ قال من وراء الإبر المنوم وهيك عشان إصابتك. بعدين المهم بعد ما طلعت على الغرفة، بعد ما طلعوني من العناية المشددة طلعوني على الغرفة، واللي بتيجي لعندي ممرضة بتقلين مشلول. بقيت شهرين 60 يوم ما شفت هو الضيعة. قلت خلص يا أنا معه يا أنا وياه يا أما بلانة. ما كانوا بدين طولوا بالشهرين. الدكتور ما قال لا نهائياً الوضع سيء. طلعت فتخش كريشة من العينين المشددة وعانى. قلت له أنا بتلعوا لحسابي خلص بيموت قدامي يموت قدامي. ما كان الصدق بس عيونه وتمه. خلص خليني نتسلى معه ما عندي غيره بالبيت. بقيت 8 شهور ما كان نهائيا غير يطلع لهيك ولا هيك. عانت معه الحمد لله وكثير عانيت معه. بعد شي سنه 8 شهور من اصابته معاني معه خلص قادي بالبيت وبعته الله. ما عندي شغل ما فيني اروح اشتغل فيني اتركه. احفاظه وهيك وصرت عاني كمان كثير. المهم كثير تدخلت لناس مشانه، لا في راتب ولا في شيء ولا شيء. اول شيء انقهرت انه انشليت وساتني بالعمر. أنا كنت صابت كان عمري 18 سنة. أنا صرت طلع إنه بدي أصير مشلول كل عمري وأنا ساتني صغير. هون زرجت بس بعدين بعد فترة صار العالم تقل إنه في فلان هيك صار فيه هذا في تحسن، وأنا هن رجعت بعدين بنيت الأمل من الأول. والحمد لله قلت بدي أرجع أمشي والحمد لله بين علي التحسن. صار فيه تحسن منيح. وإن شاء الله مع الأيام الجاية برجع مثل أي واحد. يوم عيد الأم صوا ولا بقاعدة اجت الكلمة كان دي قلة. قلت لموسى دقلي الساعة 6. قالت لي كان بدو عيد عليك. قلت له يا الله حطيته صامت أنا كرمال خيو مزعجه. ولا رفيقه بدق لمرته لكنتي بقلة موسى تصوب. فعلا كانت صدمة كبيرة. وقت ما بقى لا عيو بقى شب خالص. جنت قلت يا رب يكون ديات وجرياته ليكون مثل خيو. يعني انه هذا ابي ديات وجرياته طلعت معي عاد لانه قال اصابته قويه. قال لي والله اطمني ديات وجرياته هن يعني اوقع من هون. يعني كثير كان وضعي يوم الله لي يذكره. كانت أول بداية يعني أمي ورفيقي معي. رفيقي كان بكالوريا وكان يقضي كل وقته معي. يعني تقول كأنه عارف دراسته كرمالي. ضل معي هو أمي أكثر شيء. أنا باللحظة صحيح كنت قوي بس مو هالقوة الكبيرة. بس أيمت صرت قوي أكثر لما أشوف خيي ضل معي بعد ما أنا متصوب ووضعه كمان سيء كان يضل قاعد جنبي. كنا نضل سوا نقضي وقتنا. وكل ما أشوفه جنبي كنت إنه أقوى أكثر. نشوف إنه خيي كمان فوق إصابته ضل معي. يعني كان أحيانا تشوف إنه إصابته كان يجي يطعمني ويشربني كان حتى هو يعطيني فيني.
خي بعد ما انا مقطوع ايده ومعه جهاز اصابع كان يطعميني ويشربني متي وكل شيء، ونقضي وقتنا سوا ونتسلى ونمزح. لما انه لقيت خي جنبي وبهالوضع عرفت حالي اني انا منيح وما انه ماني بعزت شيء وقت. من الصبح طول النهار اعطيه دواء شكل يومي كل الوقت عنده، يعني برا البيت ما كنت اطلع نهائيا، ما يصير لي مجال اطلع برا البيت، عكله اجباري، حاول انه قيمه حطه احركه مثل ما بيعلمني المعالج، اعطيه دواته طعمي. هي كان يوم يمرض، يوم يصح، يوم ياخده عند الدكتور، يوم يجيب دكتور، يعني كان يعاني كثير، يعني عانى كثير، يعني عانى كثير كثير عن جد والله العظيم، ما واحد بالعالم عانى مثله. يعني لو وضعه هلا 3 سنوات، يعني هلا هالكم شهر رح تتحسن شوي. هلا والله على الكبد كافية، أعرف كبد كافية، حتى بفكر بهالشغلة مستحيل، ما بتتكافى وشو ما عملنا قليل. أنا الشيء اللي قدمت لي إياه وقدمته لأخي وقدمته لأخواتي شيء كتير كبير، وشو ما سويت بكون قليل. لا الشيء اللي فيني قدمه هلا إن شاء الله إذا مشي حالي ضل جنبه وساعده مثل ما ساعدتني. أنا بقيت شهرين مشفى العسكري، صاروا يعلموني، جاء الدكتور يقلبك تحركي لأنه بده يضمر يصير بقى يتحرك، صرت حركه، بدك طعمي بدك تحاول تغذيه، بدك تعطي دواته انه لانه هذا تعطيه مويه دم، اذا لانه ما متحرك بتخسر دمه، بدك تعطي دواته نظامي، بدك تعطيه فيتامين، حركي طعمي حاولي بكل شيء. كانوا يعني الدكاتره مثل ما كانوا يقولوا لي، وما يعني ما بده كان غير هيك. بس بالنسبه على الماده لانه كنت عاني كثير وكثير كثير، ما خليت محله ما التجئت له مشان انه الراتب تعويض منحة أي شيء، بس أي شيء يعيش منه لحتى فيني أقدم له إياه. كنت أعجز أيام أيام أعجز عن أي شيء أجيب له إياه، يعني حتى أي بيشتهي 100 أكل ما أقدر أجيب له إياه، ما فيني أقول له ما فيني، ما بتجيب له لأني ما أشتغل، أخواتك كلنا عساكر رواد بين ما تكفي عيالهن، ما فيني. والويد الحمد لله من خير الله وخير الدولة اللي معوني اللي جينا طعمي منه ومشي حالي فيها. هلا فترة لما بكون مزوج ومتضايق من إصابتي كانت تبقى معي أمي طول الوقت، وحتى من وقت تصوبت لحد اللحظة أمي ما تركتني ولا لحظة. والله كانوا كلن صدمات، من أول ما تصوب أول واحد بقناصة براسه، والثاني تصوب وتهوي ثاني إصابة له، يعني حسيت من يوم الأزمة لحد الآن كلياتن حسيت إن كل إصاباتن. هلا قناصة وإبراهيم براسه من جهة لجهة، كان بينه وبين الموت ماشي. نوار كمان عندي كمان صوب بجسمه، يعني حسيت إنه بلاقي بنقام من هون بلاقي هون، يعني صرت حس إنه ماني مرتاحة نفسيا، ما بلاقي إلا يا ربي دخيلك، هيك بيوقع هذا بيقوم. وموسى ركضت لعنده لأني صرت خاف يصير، قالوا لي ضلي حركي ما خفت يروح يصير فيه مثل خيو، عاد قالوا لي لا ما بيصير فيه لانه هي اذيب النخاع الشوكي، يعني مو قطع الاطراف بيمشي ما بيصير مثل خيو. بعرف حالي اني انا حملت قيل علي بعد اصابتي لانه امي بلا كبيره بالعمر، والحمد لله الله بعث لها الصحه، بس فوق هيك ما تركتني وظلت تعتني فيني وتبقى جنبي بكل وقت، وحتى بعد كمان ما تصاب خيي كمان كانت تبقى معه، يعني ما تفكر فيني وما تفكر بخيي وما تفكر لسه بخمسي على الجيش انه على الجبهه هلا موجودين. بقى انه انا بطلع انه بلاقي انه كثير مزوجه عليهن، وبنفس الوقت بتاكل همي وما بتخليني انزعج، يعني بتحاول تراضي السبعه سوا الموجود وما الموجود. يعني قد هلا ما اعتنت فيني بدها تعتني بخيي، خيي متجوز بس كمان بتعتني فيه، اخواتي كل واحد محل موجود ما تفكر فيه. ولحدا قال له معي ليره ما بتدين حدا لحد الان، ما يمكن ما تدين، يعني قل له لو ما بدي شيء بالدنيا نهائيا ما بدي، ما حدا جاء طدق بابي قال لي بدي منك، ما تدين خلص معي بجيب، ما معي بس ماني معاني كجسم. مرضت مرضى كلفتني فوق 200 ألف، يعني عانيت ما مرض ماني، المرض بجسمي
ليش؟ لأن وقت حكم فترة وجع ظهري من كتر ما بقيمة، صار معي أعراض أثرت علي كتير. لا لحد الآن معاني، ولحد الآن معاني. امبارح أنا قلت له لأيمتى الزلمة دفع لنا وتبرع لنا وكتر خيره هو العالم شهر اثنان ثلاثة ولأيمتى؟ بجوز ظل لسا عم نعرف شو بيصير. رجعت محاول التجئ انه بأي طريقة، يعني حتى بأي طريقة، اني لو انه الراتب له، لو تعويض، لو منحة، لو اي شيء. يعني محاول ما صدقني، ما روح ما اقفل على الباب وروح، صدقني ما خليت محله، ما حاول حتى على الشغل ما فيني. رحت اشتغل يومين مشفى الباسل مستخدمة، رحت يوم وعملت لي على اساس بدي خلص داوم واجي، ما وصلت، قلبي ما شعل، ما الا صار في شيء، الا كذا، الا ما كملت النهار جيت لقيته مزعوج وجوعان وما في بده يشرب، بده يقوم، يعني لقيته وضعه بده يقوم على الحمام، لقيته الدايع، قلت له عاد بدي، ما رحت الا يوم واحد. لا ما كنت، بس انا كنت بدي اروح بس مشان مشي اجار البيت ومشي حالي. اذا الله بينعم له وبيبعت له اللي كان راتب، لو كان في مرافق مريض مصاري شيء انه يعيش منه راتب، لو كان جزء بسيط، يعني ما انا ما اقول كثير، جزء بسيط، وبين ما تحسن بصير بلكي بروح بشتغل، انا بمشي حالي تيكون الله عطاه الصحة والعافية. وإذا مشي حاله إن شاء الله بدي افتح له محل، افتح له شيء محل قريب، لو كان أي شيء بيقعد بيتسلى فيه وما بعرف. الوالدة إجباري، ما رح قلك إلا كانت تدول الجرح، هي عيوني. لما تزوجت أنا وياه كان فعلاً محمد وضعه سيء، تحت الصفر وتحت الصفر كمان، يعني ما كان فيها الاهتمام الزايد من حدا. لما أجوا أنا ما كنت بعرف إنه معه شلل رباعي، فأنا بتفاجأ إنه متشطح. اجى على البيت، ماما انت اللي بتحافظه، اي حركه بالبيت ما في اي عاقه قدامك، تتحرك مثل كانك بتشوف. يعني فلنفترض شافتني عباره عن موضع تعبان او عندي شوي من الحزن، بتصير بتعطيني دفع لقدام، ما بتحسسني بوضع اصابتي نهائيا. بتعرف انت المعالجه الفيزيائيه وبدك تتفرغ لكل شيء، يعني انت بدك تكون طبيب، وانت بدك تكون ممرض، وانت بدك تكون الحل، وانت بدك تكون حتى يعني بنفس الوقت بدك تكون الاب والام. انا ما تركته لابني، انا كنت اعمل له رياضته كل نص ساعه، يلا على الرياضه يا امي. هو كان وضعه سيء كثير، الحمد لله تاجت بنت الحلال، الحمد لله هي صارت لها بتقوم بواجبها تجاه محمد. يعني حبيته لمحبت كم حب هو واطفاله، حبيته واحترمته واحترمت اهله، احترمت الحب والاحترام اللي بيناتهم. طبعا هي بالمراحل الاولى كانت صعبه كثير بالنسبه لي، وكنت يعني حاسه انه شاقة، صح انه تعب ومشقة، بس انا ما يعني بالعكس قويت حالي وكنت الحمد لله قد المسؤولية. طبعا صعبة كتير انه ام اللي ربيته تعبت عليه تتشوفه انسان عظيم بالمجتمع، وعلي أكثر مكان قوي كنت تمنيته فعلا يكون أسد من الأسود بالمعارك، ويعلق هالرتب ويفرح فيه ويفرح وطنه فيه كمان. بس الحمد لله رب العالمين، أكيد ساعة شفت أو بالأحرى سمعت إنه فاقد بصره، طبعا صعب كتير كتير، وكأم أكيد أكيد الشيء ما في أصعب منه، لأنه إنه ابنه يكون بهالوضع هذا.
الوالدي اي غرض بالبيت بدها تقوم بتحريكه بتقول لي 1 2 3 يا ماما انا حركت فلنفترض الترابيزه الفلانيه، حركت الصوفه الفلانيه الى ما هنالك، لحتى الحمد لله رب العالمين تاقلمنا لسياق الموضوع هذا. وعلى فكره هلا اذا بتنقطع الكهرباء انا اسرع منه، انا بجيب لهم الغرض لاني اسرع منه سياق الامور هذا. والصبر، الصبر هو مفتاح الفرج لاي نقطه. يعني هلا حتى انا بعد اصابتي عم اقرا صيدلي سنه اولى، صيدلي بشريه سنه اولى عم اقراها بالجامعه، وعم قوم لبعض المسرحيات، كورال اسمه كورال وطن الغار المسؤوله عن السيده الاولى، مشان سياق هالموضوع هاد منه بنتعرف على المصابين، منه بيكون الحياة اجتماعية أكثر، من الواحد بيعرف إنه ما بيوقف على نقطة محددة، والحياة مستمرة. حتى كآلات موسيقية اسمها آلة، اسمها لغة العالم. الآلات الموسيقية هي لغة العالم، اللغة الوحيدة للعالم قاطبة اللي هي نفس اللغة. ما تعلم على آلة الوترية اللي هي اسمها آلة العود. اجوا على البيت، ماما انت البيت حافظه، اي حركه بالبيت ما في اي عاقه قدامك، تتحرك مثل كانك بتشوف، يعني ما في تغيير بالبيت، البيت هو حافظه. مثلا الكريدور، الكراسي وين حاطيتهم، طقم الكنبايات وين، مثلا الحمام بيعرف نموذج بيطل الحمام. هاي بالنسبه للبيت. بالنسبه للضيوف استقبلهم كل رياحه، ماما استقبلهم، هدول ضيوفك، هدون بدنا يقوى فيك لأنك أنت شخص قوي، بدك تعلمهم القوة، بدك تعلمهم الصبر. لازم أنت الإنسان الضعيف أنت لازم تقوينا إياه. ماما مو كل إنسان بصره موجود هو قادر يمشي حاله بهالحياة، أنت بصير تقوي، لأنه الشيء الشخص اللي بصيرته قوي هو القادر على كل أمر بالحياة. والحمد لله يا ماما أنت تمشي وبتروح وبتجي، هاي رفقاتك عم بيزوروك، بنطلع بنروح، بكره كمان بتكفي حياتك باسرتك باخواتك، ما تحس حالك انك مصاب نهائيا. الوالده اجباري، ما راح اقول لك الا كانت الدواء للجرح، هي عيوني نقطه. طبعا انا وياه عم نتسلى، ما خلي يقعد بالتخت نهائيا، جيبوا اللي عندي على المطبخ نتسلى انا وياه، نتحدث، نلعب ممكن لعبة المنقلي، ممكن بأسئلة، مشان نضيع له وقت وما يحس إنه بالوقت. كل ما مرت ساعة وساعات ما مالك الساعة كذا، صباحا او ظهرا او مساء، يعني بهالامور هي حدد له الوقت، حتى صار يتعلم لحاله ماما انه هلا الوقت كذا، صار يحفظ الوقت يوميا بشكل يومي. هالامور هي احيانا مثلا بعد ما نخلص شغل البيت يقعد يتسلى، مثلا اعطي اي امر، ما مثلا يحكي هاي الموبايل، يحكي مع زميلك، انا بكون خلص شغل البيت مثلا، بطلع بتمشى انا وياه بالبرندا، بتسلى انا وياه، طلعوا على الطريق كمان هون بتمشى انا وياه، احيانا باخذ مشاوير، يعني لفترات متواصله حتى يتعلم ويتاقلم انه كيف بده يمشي بعد اصابته. يعني فلنفترض شافتني عباره عن موضع تعبان او عندي شوي من الحزن، بتصير بتعطيني دفع لقدام، ما بتحسسني بوضع اصابتي نهائيا. حتى كيف صارت تساوي فيني لما بتحط لي الدواء او تعقم لي عباره عن الكريات العينيه وهي بتسلى، فلنفترض تحكي لي نكته تكون خلصت العين الاولى، ترفقني بضحكه ثانيه ونكته ثانيه، بتلاقي وانا ما ابتسم وما بضحك خلصت لي العين الثانيه. يعني بدون، يعني بطريقه، كيف بدي اقول لك، طريقه مخفيه، مخفيه عني بحيث ما افكر بوضع الاصابه. الشيء اللي بيكسر للأم طبعا هو ابنها. أنا ابني إصابته قوتني الحمد لله، لأنه أنا شفته لابني قوي، هو قواني بقوته، طبعا أنا قويت. كنت تقول يا الله دخيلك ابني، بداية ما كان عمره 19 سنة ساعة تصاب بابني،
يعني فايت بالعشرين انه اسا بداية عمره ما شاف شيء من حياته، كيف بدي يمشي حياته، كيف بدي يعيش بها الحياة. كنت تقول يا الله بدي كثير بدي يتعذب. لا الحمد لله صبرني وعطاني قوة، إصابته عطتني قوة انه قد حاله الحمد لله، ما حسيت انه ابني مصاب. طبعا علاقتي مع اخوي طبعا ما هي من بعد الاصابه، لا بالعكس نحن كنا قبل الاصابه. طبعا نحن كنا انا وياه كنا نشتغل بمحل منجور المنيوم طبعا مع الوالد، وطبعا من قبل نحن دائما مع بعضنا، كان دائما يسمونا احمد بشي مع بعضنا، ما كنا يعني بينه وبينه بس سنه وتسع شهور، فكنا كثير قريبين لبعضنا. بس طبعا بشير لما استلم اللفته العسكريه فانا حسيت في شيء راح ينفقد مني. طبعا بشير بهالفتره كان كثير متحمس انه يروح على الجيش، طبعا بهالفتره كلها هو مريض، مع ذلك انا كمان كنت جنبه الحمد لله، وبعده راح سلم حاله، فحسيت انه في شيء انفقد مني. هو طبعا الحمد لله كنا دائما على تواصل، بس لما تصوب بشير والحمد لله انه اصابته اصابه شرف، بس انا ما يعني انصدمت بدايه اصابته، انا فعلا انصدمت لما شفته، يعني لا عرفت اسلم عليه وما عرفت ايش فيه، يعني خبروني اهلي انه ما في شيء عادي، بس لما شفته هيك اصابتني الصدمه، حتى لما كان بيحكي معي ما كنت سمعانه، يعني كان عقلي كله مشتت انه ايش به. المهم طبعا بعدها تدريت انه بشيء معه شلل رباعي. طبعا انا هذا الشيء ما منعني انه ابو الاحرى، هذا الشيء شجعني انه اضل معه دائما متلازم معه، يعني هذا هذا الامر ما انه خلاني انه يصير عندي صدمه، وانه مع الصدمه الابتعاد عنه، لا بالعكس انا كنت معه متلازم معه، حتى قطعت دراستي بسبب اصابته، بس الحمد لله هذا الشيء بالنسبه لي عادي. وانا وياه السنه الماضيه كمان قدمنا بكالوريا، أنا قدمت بكالوريا هو قدم تاسع. أنا زوجتي الشهيد الحي محمد سليمان سليمان، أنا زوجته الثانية، زوجته الأولانية تركته، عنده ثلاثة أولاد منه، وأنا الله رزقنا أنا وياه بصبي، صار له متساوي بست سنين. من سنتين أنا وياه اجتمعنا مع بعض، حتى هلأ يعني الحمد لله وضعه أحسن من قبل، وفضل أهله وقفتهم معه كمان وصل لهم. بسبب إصابته محمد تعاني كتير، أول شيء من مرته، وثاني شيء من مجتمعه، ثالث شيء ما حدا كان يهتم بدواه وإصابته مزبوط غير أهله، باع بيته، باع يعني أهله كمان باعوا الأراضي اللي بيملكوه، حتى أخواته باعوا كل شيء لحتى يأمنوا محمد وعلاج محمد. حتى لما أخوه هو تصاوب أخوه شاله، كمان تصاوب أخوه بشزايا، وأخوه الثاني كمان تصاوب كمان كان عسكري، وأخوه الثالث كمان بتصاوب الرابع عفوا، فهن الأربع مصابين، بس هذوليك بيمشوا على رجلهم. محمد كانت إصابته الأخطر، يعني ما لما تزوجت أنا وياه كان فعلا محمد وضعه سيء تحت الصفر، وتحت تحت الصفر كمان، يعني ما كان فيها الاهتمام الزايد من حدا. لما اجوا انا ما كنت بعرف انه معه شلل رباعي، اهلي ما هذا يعني ما انه قالوا لي انه والله معه شلل رباعي، قالوا انه نصوب والحمد لله وان شاء الله بيشفى يعني. فانا بتفاجئ انه متشطح. انا هي بالنسبه لي كانت اول مره بشوف هالحاله. انا بسمع وبقولوا لي بس ما صارت عندي يعني، او ما صارت شيء يعني قدامي. فانا تفاجئت انه اخوي متشطح ما فيه يتحرك نهائيا. فانا هون مثل ما بقولوا صابني الصدمه. يعني حتى مع انه صار لي تقريبا كان حوالي اربع شهور ماني شايفه، فانصدمت. ف يعني حتى هو في شغله هيك، يعني حتى هو يوم قال لي انه تعال سلم عليه، ما مشتاق لي يعني، كان صابني الصدمه حتى ما يعني ماني شايف حتى حوالي. رغم اصابه محمد ورغم كل شيء، لما تقدم لي ما ترددت، ما ترددت، لاني حسيت انه مستقبلي معه،
مستقبلي يعني حبيته لو حبت كمان حب هو وأطفاله، حبيته واحترمته واحترمت أهله، احترمت الحب والاحترام اللي بيناتهم، التفاهم اللي بيناته هو وأهله. كانوا كتير متفاهمين وكتير بيخافوا على محمد، يعني برغم كل الصعوبات حتى قدر يجتاز محمد، قدر يوقف ويرجع للحياة يحاول يعيشها برغم كل المصاعب، برغم الضيقة المادية والضيقة يعني الحالة الاجتماعية بشكل عام، يعني النفسية والمادية والكل. نحن انقطعنا عن العمل، أنا كنت مع الوالد بالمحل فما عدنا يعني حسنا اشتغلنا نهائيا، سكرنا المحل، فأنا ضليت متلازمة يعني 24 حتى دراستي وقفتها مشان ضل معه دائما. طبعا هي بالمراحل الأولى كانت صعبة كتير بالنسبة لي وكنت يعني حاسة إنه شاقة، بس مع الأيام وبالأحرى أنا لما بلشت أعمل له علاج فيزيائي ودائما أكون معه أنا ما أحس إنه هو عبء علي، بالعكس يعني كل يوم بقول له إنه بحسك إني أنت هلا تصوبت، ما في حمل علي نهائيا. طبعا وانا بتكفيني منه الابتسامه، ابتسامته هي بتنسيني كل اوجاعي وكل تعبي. انا طول عمري بدرس وبشتغل، ما بهتم لكلام العالم، اللي بيهتم بكلام العالم ما بيعيش. انا بحياتي هي قاعدتي بالاساسي، يعني بحياتي ما درت انه هذا يقول لي لا وهذا لا، انا اللي بشوفه صاحب عمري اللي بشوفه فعلا انه مناسب لإلي انا قبل ما افكر بالعباد انا افكر بس بربي، افكر فيهم، انا ما بهمني كلام، انا بهمني شو الصح اللي انا بدي اياه واللي بختاره انا لحياتي. يعني حتى بحب اعلم اطفالي كل شيء انا بدي اياه، بحب اعلمهم الثقه بالنفس، عدم الاكتراث بكلام العالم، عدم انه هذا يقول لي لا هذا الشيء صح وهذا غلط، لانه انا برست النهاية انا اللي بدي اعرف شو الصح والغلط، لاني لي عقل لي تفكيري إلي ثقتي بحالي. أهم شيء الثقة بالنفس هي اللي بتودي الواحد للنجاح وليفشل للفشل. كانوا الأغلبية اللي يقولوا لي إنه الوضع ما رح تقدري تربي ثلاثة أولاد، ما رح تقدري توقفي مع جريء، رح تعيشي حالة مأساوية مادياً واجتماعياً ونفسياً، بس أنا ما رديت، قلت له رح أجتاز كل هالمراحل. تعرف أنت المعالجة الفيزيائية بدك تتفرغ لكل شيء، يعني أنت بدك تكون طبيب وأنت بدك تكون ممرض وأنت بدك تكون الحل وأنت بدك تكون حتى يعني بنفس الوقت بدك تكون الأب والأم بالنسبة له. فطبعا أنا ما كنت أعرف أحلق أولا، هي أول شغلة، ما كنت أعرف أعمل علاج فيزيائي، ما كنت حتى يعني أنا بالنسبة لي كنت أخاف من نقطة الدم أو كنت أدوخ، وفعلا يعني هو اول اصابته يوميتها لما ركبوا له القسطره انا دخلت، يعني بدل ما تكون جاي مرض لعند بشير اجى لعندي. فالحمد لله انا تعلمت يعني او قويت قلبي مثل ما بقولوا، وصرت انا اسوي له القسطره غير له اياها. طبعا اخوي كان يخجل انه حدا يغسله او حدا يقرب عليه، فقلت له خلص يعني هذا الموضوع عندي انا. فالحمد لله يعني صح انه تعب ومشقه، بس انا ما يعني بالعكس قويت حالي وكنت الحمد لله قد المسؤوليه. هلا محمد خلال الاول اصابته اهله مثل ما قلت لك وقفوا كثير معه، جابوا له كثير معالجين، مرت عمي كانت تعمل له رياضه، اخواته كمان يساعدوه، بس هو حالته النفسيه لما تركته زوجته تراجع، حالته النفسيه كانت لسه هي السبب تراجعه. فانا لما تزوجت ركزت على الحاله النفسيه تبع محمد هو والاولاد اكثر ما انه اركز على المعالجه، ان كان بدكتور ولا طب ولا شيء اي شيء. وانا بتمنى من الكل اللي عم يسمعوني هلا انه فعلا الحاله النفسيه للجريح ابدا من اي شيء بالموضوع كله، يعني الحاله الماديه بتاثر على الجريح بترجعه لورا، الحاله النفسيه هي اللي بتخليه يتقدم ويرجع. محمد تقدم كمان من فتره لسه اكثر من هلا، وهلا رد تراجع بسبب وضعنا السيء، بسبب انه اي اب بوضعه ما عم يقدر يشوف اولاده ناقصهم 100 شغله، هو ما له قدران يشتغل ويقدم لاولاده كونه لساته شاب بمقتبل العمر، عمره 33 سنه المفروض يكون لسه عم يشتغل ويقدم لاولاده، لسه هي حرقه بقلبه اكثر من اي شيء ثاني. ابني سكن مع يعني قاعد بالضيعه، بس ما يعني ما فينا انه نحن على طول ندفع نجيب له معالج،
أنا أجيبه للمعالج فترة وصير أتعلم كيف يعمل تدريبات المعالج، أنا بإيدي أعمل له إياها لأبني هيك، وأنا قمت على كل شيء، على رعايته، على دواء، على رياضته، على كل شيء أنا. بعد ما محمد باع بيته وبعنا أراضي تداوينا، صرت أطلع أنا جبته على اللاصقي، ما عنده بيت يقعد فيه بالضيعة، نحن كثيرين بالضيعة عيلة، والله ضمننا باللاصقي، صرت أطلع أنا أشتغل بالبيوت تقدم له، لأنه راتبه 30,000 ما بكفي، أجار 25,000، 30 شو بدها تجي؟ أنا عمره بشتغل وبقدم له لمحمد، بعد الحمد لله صارت مرته عنده عم بتقيم فيه، هلأ لو من مرته عنده أفيني أنا بطلع الشغل. حتى أنا بالنسبة لتغيير القسطرة صرت أغير له إياها كل شهر مرة، ما يجي الطبيب، نادراً لا يجي الطبيب إذا في شيء أنا ما عرفته أو استعصى علي. وطبعاً بعد مراحل الحمد لله ونحن عم نسلم معالج فيزيائي، فصرت أنا أمانعه، يعني هو الطبيب المعالج الفيزيائي ما قال لي هالموضوع، فأنا صرت أمانعه بالحركات، فصار أحس إنه في قوة، فالحمد لله مرة عن مرة صار فيني أحرك إيده. طبعاً هو ما فيني أحرك عصبيه الله حالياً، بس وقت أول ما ببلش يحرك إيده نحن حسينا كأني الدنيا ما وسعتنا. كنت دائماً أنا أسلي عن طريق الموبايل، كنت دائماً أقعد جنبه وأتصفح له، كان صفحة كمان على الفيس، فكنت أتصفح له يعني مشان يطلع من الحالة اللي هو اللي فيها. فكنت دائماً، وحتى هو ما شاء الله عليه يعني متفائل وما كان يضوج نهائياً. طبعاً بداية إصابته كان عنده كسر في الكتاف وعنده كسر في الفقرات، فما كان يحسن يتحرك نهائياً، وحتى قاعده ما كان يحسن قاعده. بعد ما تزوجت أنا ومحمد بنتمنى يكون عنا بيت، ما نضل نفكر بأجار البيت كل شهر. بعد ما نزلوا له أجار البيت راتبه لمحمد، صرنا ندفع أجار البيت وننكسر، وحتى من وقت ما تزوجنا في ناس عم تساعدنا ويكتر خيرهم من أي جهة ساعدتنا، وأنا بشكرهم جميعا. بس كمان يعني نحن من حقنا يكون عنا بيت، يعني لو إنه غرفة ومنتفعات، أنا ما بطالب غير بهيك، أنا بدي طالب بحقوق البيت، وظيفة تكون رسمية، شغل رسمي، مو يعينوني مرافق من شهرين ب 29,000. شوف 29,000، يعني مصروف الولد لحاله بدك كل شهر 10,000، والطفل لما بده مصروفه ما بيفهم انه ما بتقدر تعطيه، ما بيفهم وضع اهله، الطفل بده متطلباته. انا لعبة لاولادي ما بقدر اشتري، ليش ليشوف غيره عنده لعبة هو ما عنده لعبة؟ اطفالي صحيا اذا بدهم يمرضوا أفيني اخذهم على كذا دكتور، مثلا دكتور عينية، دكتور هي. لا أنا رحت على مشفى تشرين لما أولادي بدهم نظارات، صور البهدلة، يعني الرئيس طالع مرسوم إنه لازم القرار الأولوية لذوي الجرحى والشهداء. أنا زلينا زلة هونيك، ضليت شي 4-5 ساعات وأنا عبالي زوجي ما فيني أتركه، ضلينا ناطرين 4-5 ساعات ويقول لك الأطباء، وأغلبية الأطباء ما كانوا هونيك، كلهم متدربين. أنا كنت أكمش في الموبايل، بعدها قلت له بشير شو رايك انا احط لك الموبايل وانت تتواصل مع الناس؟ قال لي كيف؟ طبعا ما فيني احرك اصابعي. قال له باي طريقه، حاول انت اللي بدك اياه. حطيت له موبايل متى على بطنه وحاول يحرك ايده، طبعا هو ما كان انه عنده هالقوه، فحاول يحرك ايده ويكتب بهالاصبع خنصر، فحاول يكتب، بس طبعا كان في جهد كثير كبير بالبدايه، كان كثير يتعذب، وبعدين بعد مرور الايام كثير صار عنده حركة سهلة، فالحمد لله صار يتواصل، بلش تواصله أو بلشت انطلاقه على الفيس باستمرار. طبعاً هو ما كان يطلع البلكون، ما كان يطلع على البلكون نهائياً، فأنا خطر لي يوميتها قلت له للوقت إنه ليش ما مطلع على تخته، ما كان يقعد على الكرسي، فقال لي إيه منطالعه. طبعاً لما طلع لبرا حس حاله أنه انتقل لعالم تاني، طبعاً كان دائماً ضمن هالغرفة ما كان يتحرك أو ما كان يعني يشوف شيء، فلما طلع برا شاف عالم تاني،
نفسيته تحسنت الحمد لله. وبهالأثناء يعني بعد ما مشي حال إيدي بلش يحركون، فصرنا إحنا نرفع التخت مشان يقعد. فهذا الشيء طبعاً بالبداية كان يدوخ كثير، بعدين تحسن. فنحن إجتنا الفكرة إنه نقعد على الكرسي مدولب مشان ننقله من مكان لمكان. فطبعاً بداية أول ما نزلناه على الشارع كثير انبسط، يعني درجة إنه نسي إصابته، نسيها تماماً. والحمد لله من بعده بلشت بقى رحلاته، حتى يعني نفسيته كلها تغيرت تماماً، وصار هو يشجع. يعني حتى في جرحة مع إنه صار يعني صار له مصاب سنين، هو لا كان صار له مصاب سنة ونص، بالعكس هو صار يشجعهم إنه لازم يطلعوا، يعني هو كان بجو صار بجو تاني، بعالم تاني. الموضوع كثير صعب على اي زوج، على اي رجل. عانيت كثير لما طلعتوا من هالوضع هذا ومن هالحاله، انه لا مو كل النسوان مثل بعضها. في اكيد نسوان تثق بحالها قبل ما تثق بزوجها، وثقتها بحالها هي اللي بتعطيها انه تكون جنبه بكل شيء، بكل خطوه واقف فيها هو، بكل خطوه معه. مو بس انه والله لما بيكون واقف على رجليه بيجيب لي وبيعمل لي وانا بس يتصاوب بتركه، لا. هون بتكون هون بتبين هي معدنة، إنه واثقة من حالها ولا ما خرجية تكفي، هي بس بدها مين يصرف عليها وبس. فترة الأربع سنين كنت تعبت علي أنا كتير، بس التحسن صار عنده الحمد لله لما جبنا له بنت الحلال وجوزناه، صارت معنوياته قوية وتعذبت معه حتى يعني رجعت له هيك معنوياته ونفسيته تحسنة. هلق الحمد لله التحسن ممتاز، نحن شايفينه عن أول كتير الحمد لله. طبعاً أخوي بالبداية كان رافض الفكرة تماماً، إني صار قاطعت مني سنين دراسة. طبعاً ما تشجيعنا نحن، أنا حاول كمان يعني طبعاً بهالفترة أنا كنت عمال بقدم بكالوريا، فشجعته إنه يقدم بنفس الوقت كمان تاسع، لأن أنا كان فيني أساعده كمان. فالحمد لله الفكرة اقتنع فيها تماماً وبلش دراسة. طبعاً أنا كنت أدرسه دائماً، كنت قاعد جنبه وأدرسه. فالحمد لله رب العالمين وفقني ووفقه، اخذ هو التاسع وانا اخذت البكالوريا. في عندي مواد نفس مواده تقريبا، مثل العربي والفرنسي والانجليزي كان تقريبا نفس المواد، وانا درسهم قبل، فكنت اقعد جنبه وادرسه يعني وانا وعمال بحفظ اعلمه انه هي لازم تكون هيك وهي بتجي هيك، ويعني بتعرف انت الدراسه. وحتى بمواد الثانيه مواد الحفظيه كنت اقرا له اياهم قراءه وافهمه اياهم. فكان الحمد لله الأمور كانت تمام، وكان متجاوب معنا أنه كان هو رايد أنه يدرس.